تمام. الشيرنج واضح. اصبر بس اسمعني كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما اسمك بطلي الصغير؟ ما اسمك؟ اسمي حمزة، اسمي حمزة. حمزة. الله، ما هذا الاسم الجميل، اسمك رائع حبيبي. يونس، ويونس أيضا معي صديقي يونس. بخير بخير والحمد لله، رائع يا بطل الأبطال، جميل. يونس وحمزة معي الآن. نعم أبطال. طيب أحبابي الأبطال، طيب حتى يأتي باقي أصدقاؤنا، ما رأيكم أن نبدأ سويا أنا وأنتم؟ ما رأيكم؟ إن شاء الله يا أحبابي بإذن الله. يوجد لدينا قواعد صفية كل يوم سنبدأ بها أحبابي قبل أن نبدأ هنا. لابد أن نحضر في الوقت المعتاد ووقت الدرس، نحضر ونستعد قبل الدقائق، وأيضا لابد أن أحضر الجهاز يكون به متصل الإنترنت به، وأستعد للدرس وأحضر الأوراق والأقلام. معي سبورة أصدقائي، هل معكم سبورة صغيرة أو ورقة وقلم حتى نكتب مع المعلمة؟ هل لديكم؟ نعم أبطال، رائعة حبيبتي حبيبي. طيب وأيضا لابد أن أرتدي ملابس لائقة للتعلم وأفتح الكاميرا، صحيح؟ صديقتي ماسة، هيا نفتح الكاميرا حبيبتي. فتح الكاميرا بتاعنا. كل أصدقائي الرائعون، نفتح الكاميرا حتى أرى وجوهكم الجميلة. كما ترى المعلمة، أنا المعلمة شيماء. أنا اسمي المعلمة شيماء. أهلا يا ماسة صديقتي الصغيرة الجميلة، أهلا بك يا حبيبتي، كيف حالك؟ كيف حالك يا ماسة؟ الحمد لله. الحمد لله. اسمك ماسة؟ اسمك جميل جدا جدا جدا، ما لا هذا اسم بدح رائع. يا مين. أيوة نعم يا حمزة البطل، أراك جميلا حبيبي، أراك أنك تفتح الكاميرا، أنت رائع. ويونس أيضا، اسم أصدقائي جميل، اسم يونس واسم حمزة واسم ماسة، كل أصدقائي أسمائهم رائعة جدا. أصدقائي، عندما تتحدث المعلمة لا نفتح الكاميرا بدون إذن المعلمة، صحيح؟ صحيح أبطالي الرائع. وماذا أيضا؟ وإذا أردت أن أقول شيء لابد أن أرفع يدي هكذا، صحيح؟ الولد الرائع ماذا يفعل؟ إذا أردت أن أتحدث مع المعلمة ماذا أفعل؟ رائع يا يونس، يونس رفع يده، أفعل هكذا، أرفع يدي حتى تسمح لي المعلمة بالكلام والتحدث مع المعلمة، صحيح؟ هيا صديقتي مروة أيضا انضمت إلينا، صديقتنا مروة حبيبتي، نفتح الكاميرا، كل أطفالي الرائعون عندما ندخل إلى الدرس لابد أن نفتح الكاميرا. تفضل روح على السيشن ده. طيب أحبابي الأبطال، نفتح الكاميرا يا صديقتي مروة. قلنا أحبابي الأبطال لابد قبل أن نبدأ درسنا ماذا أفعل؟ أستعد للدرس وأحضر الأوراق، أحضر سبورة وقلم معي، سبورة وقلم مثل المعلمة شيماء، أو أحضر أيضا كراسة وقلم وعلبة ألوان، سوف نلون سويا، اتفقنا أحبابي إن شاء الله. الآن أنا أريد أن أتعرف على أصدقائي الرائعون. طيب ايه صديقي حمزة البطل، أنت يا حمزة الجميل، قل لي كم عمرك يا حمزة؟ كم عمرك يا بطل؟ عندك كم سنة يا حمزة؟ عامله ايه يا ميس؟ أهلا، هيا يا حمزة الجميل البطل. مروة صديقتي، نفتح الكاميرا. اجيب جميل، الايباد. ما اسمك؟ أنت بطل ليس بطلة، ما اسمك؟ عمر عمر، جميل حبيبي يا عموري، أهلا بك يا عمر. طيب الآن سوف أنا الآن سوف أتعرف على صديقي حمزة. قل لي يا حمزة ما اسمك يا بطل الأبطال؟ ما كم عمرك؟ عفوا، أنت اسمك حمزة، كم عمرك؟
كم عمري عمرك؟ 5. 5.5 سنوات، رائع. وماذا تريد أن تصبح في المستقبل يا بطل؟ ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟ تريد أن تصبح طبيبا أم مهندسا أم شرطي رجل إطفاء ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟ انظر إلى هذه الصور وقل لي ماذا تريد؟ عمر افتح الكاميرا يا بطل. رائع حبيبي، كل أطفالي رائعون. ماذا تريد أن تصبح في المستقبل يا حمزة الجميل؟ أصبح مهندس. مهندسا رائع يا بطل الأبطال الجميل، رائع حبيبي، مهندسا جميل إن شاء الله. طيب صديقتي ماسة، قولي لي ماسة كم عمرك حبيبتي ماسة؟ ماسة كم عمرك؟ افتحي المكبر الصوتي حبيبتي، افتحي المايك، افتحي المايك يا ماسة وقولي لي كم عمرك يا رائعة. طيب نطلب المساعدة من ماما تفتح لنا المايك. طيب حتى ماسة تستطيع أن تفتح المايك صديقي عمر البطل، هيا يا عموري قل لي يا عمر افتح الكاميرا حبيبي، أريد أن أرى وجهك الجميل يا عمر، هيا حبيبي البطل قل لي كم عمرك يا عموري. رائع أنت جميل، لا تغلق المكبر، 5 أعوام، رائع، تشير لي على أصابعك، عندك 5، رائع. طب وقل لي ماذا تريد أن تصبح في المستقبل يا بطل؟ ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟ تريد أن تصبح ماذا؟ هل تريد أن تصبح طبيبا؟ طبيب؟ رائع رائع يا بطل، إن شاء الله المعلمة شيماء عندما تأتي إليك وأنا كبيرة كبيرة، أنت تعالج المعلمة شيماء؟ إن شاء الله يا حبيبي. طيب صديقي البطل يونس، هيا يا يونس قل لي يا يونس كم عمرك يا بطل؟ افتح المكبر يا يونس. 4، أنت جميل يا يونس، قل لي يا يونس ماذا تريد أن تصبح في المستقبل إن شاء الله؟ ماذا تريد أن تصبح؟ شكرا. شرطي، رائع، تريد أن تحمي البلد وتحمي الوطن؟ تكون شرطي، رائع، صحيح؟ ماذا يفعل صحيح. الشرطي؟ يحمي الوطن، صحيح؟ يحمي وطني الشرطي، أنت رائع يا بطل الأبطال. صديقي البطل إياد، هيا يا دودو، أهلا بك يا إياد البطل، كم عمرك يا دودو؟ عمرك كم؟ كم يا دودو؟ إياد؟ كم عمرك يا دودو؟ عندك 4 سنوات أم 5 سنوات؟ 5. طيب ماذا تريد أن تصبح في المستقبل يا بطل الأبطال؟ ماذا تريد أن تصبح؟ دكتور، رائع، يعني طبيب باللغة العربية، أنت رائع يا بطل طبيب، والمعلمة شيماء إذا أتتك تعالجها؟ وأنا كبيرة كبيرة، تعالج المعلمة شيماء؟ إن شاء الله يا بطل، رائع، تكلم يا بطل لا تخجل، صحيح؟ طيب حبيبي، أصدقائي صديقتي ماسة لم تتحدث، لم أسمع صوت صديقتي ماسة، لماذا؟ نفتح الكاميرا، كل أحبابي وحمزة يفتح الكاميرا، البطل ماسة الجميلة، ماذا تريدي أن تصبحي في المستقبل يا ماسة الجميلة؟ تريدي أن تصبحي ماذا؟ طبيبة، طبيبة رائعة يا جميلة، كل أصدقائي أطباء، ما هذا الجمال؟ المعلمة شيماء ستتعالج، تعالجيني بالمجان؟ طيب حبيبتي الرائعة، وهمس انضمت إلينا صديقتنا همس، أهلا يا هموسة الرائعة، ممكن انا حضرتك مامت ماسة، بس كنت بفتح من الجهاز بتاعها عشان اثبته لها بس. تمام، تمام. يعني معنا صديقنا إياد وماسة
وعمر الجميل وحمزة ويونس، كل أصدقائي رائعون جدا جدا، أحبابي الأبطال. طيب أطفالي الرائعون، ما رأيكم يا أطفالي الرائعون أن نستمع إلى قصة؟ تحبون قصص؟ تحبون أن تستمعوا معنا إلى قصة؟ هيا هيا، الذي يريد ايوه أن يستمع إلى القصة يرفع يده. من يريد أن يستمع إلى القصة؟ الفنان. من يستمع معنا أيضا إلى القصة؟ صديقتنا دورا. تعرفون دورا؟ تعرفون دورا يا دولا أصدقائي؟ رائعون، هيا أيضا سوف تستمع معنا إلى القصة. هيا بنا نستمع، هيا هيا. أصدقائي، كان هناك أسد قوي يسكن في غابة الأزهار. هذا الأسد قوي جدا ويسكن في الغابة يا أصدقائي. انظروا، وكان الأسد مغرورا ولا يحب أصدقاءه الحيوانات. انظروا، تسمعون صوت الأسد يا أصدقائي؟ تسمعون صوت الأسد؟ هذه كل أطفالي، الآن نغلق المكبر الصوت. طيب، تسمعون، اسمه صوت زئير، هذا صوتي، صوت الأسد اسمه زئير يا أصدقائي. هذا الأسد كان مغرورا ولا يحب أصدقاءه الحيوانات، وكان يا أصدقائي هناك أرنب صغير أبيض اللون اسمه أرنوب. رائع. وكان لأرنوب أصدقائي أذنان طويلتان تساعده على السمع، وأيضا كان لديه أسنان قوية يقطع بها الأشياء. وفي ذات يوم يا أصدقائي، علق الأسد، هذا الأسد علق في شباك الصيد وأخذ يصرخ. ماذا فعل الأسد؟ سمع أرنوب صراخ الأسد بأذنيه الطويلتين، فأسرع أسرع أسرع لمساعدته أرنوب الجميل، وقطع الشباك بأسنانه القوية، وأخرج الأسد الخائف من الشباك. وبعد ذلك يا أصدقائي، شكر الأسد أرنوب الشجاع وأصبح صديقين. ما رأيكم في هذه القصة أبطالي الرائعون؟ عجبتكم هذه القصة أحبابي؟ هل أعجبتكم؟ أعجبتكم القصة؟ نعم رائعون. ما رأيكم نستمع إلى هذه القصة مرة أخرى؟ تريدون أن تستمعوا إلى هذه القصة مرة أخرى؟ من يريد أن يستمع إليها؟ من يريد أن يستمع إلى هذه القصة مرة أخرى؟ من؟ لأنني أريد. نعم أنا رفعتنا، رائعون، هيا نستمع للقصة مرة أخرى، هيا بنا. وأيضا صديقتنا دورا سوف تستمع معنا للقصة. كان هناك يا أصدقائي أسد قوي، انظروا إلى الأسد مع المعلمة شيماء، هذا الأسد قوي يسكن في غابة الأزهار. وكان الأسد مغرورا ولا يحب أصدقائه الحيوانات، أصدقائه. طيب، وكان هناك أرنب صغير أبيض اللون اسمه أرنوب، وكان لأرنوب أذنان طويلتان تساعده على السمع، وأيضا كان لديه أسنان قوية يقطع بها الأشياء. وذات يوم علق الأسد في شباك الصيد وأخذ يصرخ، النجدة ساعدوني، النجدة ساعدوني. أرنوب صراخ الأسد أذنيه الطويلتين، فأسرع لمساعدته.
وقطع الشباك بأه أه 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 أسنانه القوية، وأخرج الأه أه 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 أسد من الشباك، وشكر الأه أه 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 أسد أرنوب الشجاع، وأصبح صديقين أصدقائي. شكرا لك أصدقائي. إذا فعل لنا صديق معروف لدينا، ماذا نفعل؟ لابد أن أشكره، صح؟ إذا أحد ساعدني، ماذا أفعل؟ أقول له شكرا لك يا صديقي، صحيح؟ لابد أن نشكر أي أحد يساعدني ويقوم بالمساعدة معي. طيب، ما رأيكم أنا وأصدقائي الرائعون أن نجيب على أسئلة القصة؟ مستعدون؟ من مستعد يجيب على أسئلة القصة؟ يرفع يده. المستعد يرفع يده. عمر الجميل، نفتح الكاميرا يا عمر، أريد أن أرى وجهك الجميل حبيبي عموري. هيا رائعون، يا حمزة، رائع يا يونس، عمور الجميل، ماسة، رائعون أطفالي، إياد بطل، دودو. طيب هيا كل أطفالي، الآن سوف نجيب على أسئلة القصة. هيا يا دودو، إياد هو الحيوان القوي الذي يسكن في الغابة. ما هذا الحيوان؟ ما اسمه؟ هل تعرفه يا دودو؟ ماذا يا حسنا إياد؟ من الذي قال؟ إياد، ما هذا الحيوان؟ ما اسمه؟ حسن أحد. حسن دودو، دودو، رائع يا إياد البطل. طيب صديقتي الرائعة ماسة، هي يا ماسة الجميلة، قولي لي يا ماسة، ما هو الحيوان الصغير الذي كان لونه أبيض واسمه أرنوب؟ قولي لي يا ماسة الجميلة. ماسة، ماسة، رائعة يا ماسة الجميلة. طيب يونس، هي يا يونس البطل، يونس الجميل، قل لي يا يونس، بماذا قطع أرنوب الشباك؟ قطع الأرنوب الشباك بماذا يا يونس؟ هيا يا يونس، بماذا قطع؟ بأسنان. يونس، يونس، رائع يا بطل. طيب صديقي البطل حمزة، هيا يا حمزة البطل، قل لي حبيبي حمزة، ماذا كان لدى أرنوب وكان يسمع بهم جيدا؟ ماذا يا حمزة؟ حمزة البطل، ماذا كان لدى أرنوب ويسمع، قلنا أنهم طويلتان ويسمع بهما جيدا، ماذا كان لدى أرنوب؟ حمزة، ماذا كان لديه؟ افتح المكبر، افتح المايك يا حمزة، حبيبي حمزة افتح المايك. ماذا كان لدى حمزة الجميل؟ ممكن نفتح الكاميرا المكبر؟ صديقي محمد عادل، ممكن نفتح أيضا الكاميرا؟ كان لديه أسنان رائعة يا همس الجميلة، ولكن أذنان، صحيح كان لديه أذنان جميلة يا همس، ولكن حبيبتي نحن الآن هذا دور صديقنا حمزة، اتفقنا حبيبتي لا نتحدث في دور صديقنا، ولكن أنك رائعة يا جميلتي، هيا يا حموزي الجميل، حمزة البطل، ماذا كان لدى أرنوب؟ يسمع بهما جيدا، ماذا؟ أذن، الودان ودان، أنت جميل حبيبي، رائع، نعم نحن نقول ودان، ولكن باللغة العربية الفصحى يا بطل، نحن الآن نتعلم كلمة شيماء اللغة العربية. اتفقنا يا بطل، ماذا اسمها؟ ما اسمها باللغة العربية الفصحى؟ اسمها أذن، ما اسمها يا حمزة؟ أذن، هيكون؟ يا أذن. هي يا بطل الأبطال، حمزة الجميل، حمزة، حمزة، رائع يا بطلي، رائع حبيبي، كل أطفالي رائعين جدا جدا جدا. طيب صديقي عمورة، عمر الجميل، قل لي يا عموري، ماذا كان لون أرنوب؟ يا بطلي عمر، عمر الجميل، أين ذهب عمر؟ محمد عادل، صديقي محمد، محمد صديقي، ممكن نفتح الكاميرا؟
كل أبطالي ممكن نفتح الكاميرا؟ لا أحد يغلق الكاميرا يا أبطال. أريد أن أرى وجوهكم الجميلة أحبابي. هيا يا بطل، هيا يا محمد الجميل. هل اسمك محمد؟ اسمك محمد حبيبي؟ افتح المكبر. أنا عمر. أنت عمر؟ طيب حبيبي يا عمر البطل، قل لي ماذا كان لون أرنوب؟ ماذا كان لونه؟ ماذا كان لون أرنوب؟ ألف أنا ألف أرنب. أنت رائع. لون طيب والأرنوب يا بطل كذا، ماذا أبيض. كان؟ كان لونه أبيض. عمر، عمر، رائع يا بطل، شكرا يا أبطالي مدام. رائعون جدا جدا جدا، بارك الله فيكم أحبابي. هل أنت تدعي أن نردد مع المعلمة مدلولات هذا الحرف حتى نستنتج هذا الحرف ونعرف هو حرف ماذا؟ طيب اتفقنا أحبابي، لا نفتح مكبر الصوت إلا بدون إذن المعلمة أحبابي. طيب رائعون أطفال. طيب هيا الآن، هيا نقول مع المعلمة أسد. أسد. هيا نقول، أنا أغلقت المايك أحبابي، ولكن قولوا رددوا، أنا أرى شفتيكم. أرنب. أرنب. أذن. 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 أسنان. أسنان. ما هذا الصوت الذي أسمعه يا أصدقائي في بداية الكلمات؟ ماذا هو الصوت يا ترى؟ صوت ماذا يا ترى؟ صوت ماذا؟ صوت حرف ماذا؟ من يقول المعلمة؟ صوت حرف ماذا؟ ما هذا؟ دورار سوف تقول لنا صوت حرف ماذا؟ هيا يا دورا، قل لنا ما هذا هو الحرف؟ إنه صوت حرف ايه ده؟ صوت حرف ماذا؟ ألف الألف. ألف رائعون. هو اسمه في ألف الأصل اسمه همزة، هذا يا أصدقائي الشكل في الأصل اسمه همزة، ولكن في كتاب الوزارة يقولون اسمه حرف الألف، ومنشودة حرف الألف أيضا، لكن في الأصل اسمه الهمزة. اتفقنا أحبابي؟ طيب هيا، ما ألف رأيكم أن نستمع إلى الأنشودة؟ تحب أن تستمعوا إلى أنشودة حرف الألف؟ من يستمع إلى الأنشودة؟ من؟ هيا بنا نستمع إلى الأنشودة. هيا بنا. أحبابي تستمعون إلى الصوت. ألف مثل أسعد كان عنده أرنب، أسعد أرنب، كان لونه أبيض، أبيض أبيض أبيض، كان عنده أسعد أخ اسمه أمجد، أمجد أمجد، لون شعره أسود، أسود أسود أسود، وكان أحبابي في أنشودة حرف الألف. ما رأيكم في هذه الأنشودة؟ جميلة؟ عجبتكم؟
أنتم رائعون أيوة جدا أحبابي. الآن أنا وأطفالي الرائعون لنتعلم كيف نكتب حرف الألف. مستعدون؟ كيف أكتب حرف الألف؟ في البداية ألف أحبابي حتى نحضر الورقة والقلم أو السبورة والقلم، هيا نشير بإصبعنا في الهواء. هيا نشير، أروني إصبعكم، أروني إصبعكم حتى نكتب حرف ونسمع الألف. هيا هيا أروني. خط من أعلى إلى أسفل على السطر هكذا، وهمزة، كيف أكتب الهمزة؟ نصف دائرة صغيرة تنظر إلى اليمين، وخط. هيا مرة أخرى الألف. هيا همزة رائعة جدا وكتبته رائعة حبيبتي، ممتازة ممتازة جدا يا رائعة. صديقي إياد افتح الكاميرا يا بطل، أريد أن أرى وجهك الجميل. حمزة البطل، ممكن تجلس أمام الكاميرا حبيبي حتى أراك يا بطل. أنا أرى السقف، أنا أرى السقف، أريد أن أرى حمزة الجميل، عمر الجميل يكتب ويشير بإصبعه، ممتاز. طيب هيا نكتب على السبورة مثل المعلمة شيماء، أو على السبورة أو على الورقة والقلم. طيب هيا بينا أطفالي، كيف أكتب حرف الألف يا هذه السبورة معلمة؟ تعرف تجيب السبورة؟ انظروا أحبابي، انظروا كيف أكتب حرف الألف. سمير مس ايه السبورة هناك اهي رائعة، يا دوري. فيها حمزة الغرش الجميل، اجلس يا حمزة مكانك، وعمر البطل اجلس مكانك أيضا. رائع يا يونس، ما هذا الجمال، ما هذا الجمال يا أبطال. خط، انظروا خط من أعلى إلى كرم أسفل السبورة على السطح. مثل الأولى كرم السبورة دائرة وخط، وخط، لابد أن أترك مسافة صغيرة أحبابي بين الهمزة وبين ماذا؟ بين، لابد، وبين العصا، وبين عصا الألف. لابد أن أترك مسافة بين الصغير وبين الهمزة وبين العصا. طيب أحبابي، هل أنزل تحت السطر؟ هل أنزل تحت السطر هكذا؟ لا يا معلمة، خطأ. معلمة أكتب فوق السطر، العصا فوق السطر، صحيح أطفالي رائعون؟ طيب ما رأيكم أحبابي؟ هيا انظروا مرة أخرى، كيف أكتب حرف الألف؟ انظروا كيف أكتب الألف. خط، انظروا إلى هذه الأسهم أحبابي، خط من أعلى إلى أسفل على السطر، والهمزة نصف دائرة ثم خط. رائع يا بطل الأبطال، أنت عمود جميل، رائع يا عموري، ممتاز جدا جدا، خطك رائع، كل أحبابي رائعون. يونس كتب، وهانس، وأيضا عمر، ممتاز يا عمر الجميل، كل أطفالي رائعون جدا. إياد ودودو وحمزة حبيبي البطل، أين حمزة الجميل؟ كان يجلس أمامي، أين ذهب حمزة؟ أريد حمزة. انظروا أحبابي أيضا كيف أكتب حرف الألف، خط من أعلى إلى أسفل، والهمزة نصف دائرة وخط. طيب رائع يا يونس الجميل بطل، ممتاز يا يونس. ما رأيكم أن نكتب حرف الألف بالألوان مع صديقتنا دورا؟ مستعدون؟ صديقتنا دورا تعرفونها يا أصدقائي؟ هيا نكتب حرف الألف بالألوان، هيا هيا بنا يا معلمة. اكتبي يا دورا حرف الألف باللون الأخضر، معكم أقلام ألوان، هيا معنا ألوان. المرة القادمة يا أطفالنا نحضرون الأقلام الألوان، هيا نكتب حرف الألف باللون الأخضر. هيا هيا انظروا كيف أكتب الألف. والهمزة يا معلمة نصف دائرة وخط. طيب صديقتنا درة، ممكن تكتب حرف الألف يا صديقتنا درة باللون البنفسجي؟ من أعلى إلى أسفل، والهمزة نصف دائرة. هيا يا دورا اكتبي حرف الألف باللون الأحمر. هيا انظروا أحبابي، من أعلى إلى أسفل على السطر، والهمزة نصف دائرة وخط. أصدقائي لا ننسى أن نترك مسافة صغيرة بين الهمزة وبين عصا. طيب باللون الأصفر، حسنا يا معلمة، أحبابي كتبنا أطفالي الرائعون حرف الألف.
الألف جميعا؟ كتبنا جميعنا حرف الألف؟ ممتازين، كل أطفالي رائعان جدا جدا جدا، وأنا أريد حمزة. صديقي إياد، لا نغلق الكاميرا. صديقي كل أصدقائي أحبابي، نفتح الكاميرا حتى أرى وجوهكم الجميلة يا أبطال. طيب الآن ما رأيكم أن نلعب مع حرف الألف سويا؟ من يلعب مع حرف الألف؟ من يلعب؟ أطفالي الرائعون، هذا الصياد نساعد، هيا بنا نساعد هذا الصياد في اصطياد السمك قبل اصطياد سمك حرف الذي به حرف الألف قبل انتهاء الوقت. مستعدون؟ مستعدون صحيح؟ أنا أرى عمر متحمس، ويونس أيضا متحمس، وهمس وصديقتي همس، وحموزة الجميل أتى إلينا متحمس. هيا يا حمزة، أين حرف الألف يا حمزة الجميل؟ اتفقنا؟ وسوف يعد هذا العداد يا أصدقائي، والوقت إذا انتهى هيا نساعد الصياد قبل انتهاء الوقت، وقولوا لي اتفقنا؟ هيا 1 2 3 جميعا نفتح المكبر، نفتح المايك. هيا أحبابي نفتح المايك، كل أطفالي الرائعون نفتح المايك الآن حتى تساعدوا هذا الصياد المسكين في اصطياد حرف الألف في السمك الذي به حرف الألف. اتفقنا؟ طيب رائعون أحبابي. طيب هيا صديقتي همس، هيا 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 كل أطفالي يقولوا للمعلمة، هيا حرف الألف، هل هذه السمكة فيها حرف الألف أم لا؟ طيب هذه سمكة حرف الألف أم لا؟ هذه هل هذا حرف ألف؟ لا. رائع، أصفر. هذا نعم رائع، أصفر، ممتاز. طيب هل هذا حرف الألف يا جميل أم لا؟ بنفسجي، هل هذا حرف الألف؟ ألف. بنفسجي. طيب هذا حرف الألف، هذا حرف الألف يا رائع. ألف. يونس، ممتاز يا جميل، ليس ألف. هيا يا يونس، هذا ألف يا يونس؟ نعم إنه حرف الألف يا يونس الجميل. إياد، هذا ألف أم لا؟ ليس ألف. إياد البطل. حمزة، هل هذا ألف يا حمزة أم لا؟ هل هذا ألف يا حمزة أم لا؟ رائعون جدا جدا، أطفال أطفال رائعون، ممتازين أحبابي. أيضا لعبة، أيضا لعبة أخرى، هيا نلعب سويا مرة أخرى. مستعدون للعب مرة أخرى؟ طيب قولي لي أحبابي، صديقي يونس، قل لي يا يونس البطل، شيء نضع به ماء مغلي كي نصنع به الشاي، ماذا تعرف؟ ما اسمه؟ هل تعرف هذا؟ ما اسمه؟ ما اسمه يا يونس؟ هذا نصنع بداخله الشاي، ولكن ما اسمه؟ ما اسمه؟ يا بطل. من قال براد؟ نعم يا همس، أنت رائعة حبيبتي، هو براد بس، وهذا باللهجة العامية اللغة المصرية، ولكن نحن نقول إبريق. ما اسمه؟ إبريق. ما اسمه يا يونس؟ إبريق. ما اسمه؟ إبريق الشاي. اسمه إبريق. ما اسمه يا يونس مرة أخرى حبيبي؟ ما اسمه؟ أبيك. يونس، يونس رائع. صديقتي الجميلة همس، قولي لي همس، حيوان مفترس ويسمى ملك الغابة، ما اسمه؟ ما هو هذا الحيوان؟ أبيك. ماذا هو الحيوان يا همس؟ قولي أسد. ما هذا؟ هموسة، هموسة، رائعة. طيب عمر البطل، قل لي يا عمر الجميل، شيء اسمه ثوب صغير ونستخدمه لنخيط به الثياب، وطبعا أمي فقط هي التي تستخدمه، أنا صغير لا أستخدمه. اضرب الخيط. همس الجميلة، أنت رائعة حبيبتي، ولكن أقول بدوري عندما تطلب مني المعلمة فقط، صحيح يا هموس الجميل؟ إبرة يا عمر، ممتاز حبيبي يا عمر الجميل. عمر، عمر. طيب صديقي البطل حمزة، هيا يا حمودة، حيوان رقيق له أذنان طويلة، ما هذا هو الحيوان يا حمودة الجميل؟ أنا
حمزة، حمزة، رؤية، حمزة البطل، طيب صديقي بطل إياد، هيا يا دكتور، شيء خلقه الله لنا لنسمع به الأصوات، ما اسمه؟ بماذا أنتم تسمعون الآن معلمة شيماء؟ تسمعوني بماذا؟ دودو افتح الكاميرا يا دودو. أظن نعم؟ بأظن نسمع يا بطل الأبطال. إياد، إياد، رائع يا دودو بطل الأبطال، كل أطفالي رائعون جدا جدا، أين ذهب؟ صديقي إياد، إياد حبيبي أريد أن أرى وجهك الجميل يا بطل. طيب ما رأيكم أن نشاهد هذا المقطع سريعا؟ هيا بنا. حرف سباق الحروف. سباق الحروف. حرف الألف يتقدم. الفائز هو حرف الألف. حرف الألف. أناناس. ألف. أناناس. ألف. أناناس. أناناس. رائع يا بطل. أرنب. ألف. أرنب. ألف. أرنب. رائعة يا همس الجميلة، ما هذا الرسم الرائع؟ أسد. أسد. ألف. أسد. أسد. ألف. أسد. أسد. رائعون. أخطبوط. أخطبوط. ألف. ألف. أخطبوط. ألف. أخطبوط. ألف. حرف الألف. أين يختبئ حرف الألف؟ أين يختبئ حرف الألف؟ خلف الشجرة أم خلف البيت؟ أين حرف الألف؟ خلف البيت. خلف حرف البيت. الألف. أين حرف الألف؟ ما لون حرف الألف؟ أزرق أم أحمر أم أخضر أم أصفر؟ ما لون حرف حرف الألف. الألف؟ أحسنتم. أبطال. هيا نكتب حرف الألف. نكتب حرف الألف. ألف. كل خط من أعلى إلى أسفل، والهمزة نصف دائرة. ألف. خط من أعلى إلى أسفل. ألف. 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 رائعون أحبابي. ألف. اليوم أحبابي حرفنا كان حرف ماذا؟ ما اسمه؟ حرف ألف. الألف، وقلنا صوته أف 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 أف، وتعلمنا وقلنا كلمات تبدأ بحرف الألف مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ أرنب وأسد، رائعون، وأيضا أذن وماذا؟ أسنان، رائعون، وإبرة، أسنان، وأم، رائعون، عبرتك أحبابي الأبطال. الدرس القادم إن شاء الله سوف نتعلم حرف الألف مع الحركات، وكيف الحركات، وكيف سيتغير صوته مع الحركات بإذن الله.